رايك في افلام العيد؟ ايه رايك في افلام العيد؟ تمام ايه؟ تمام. ودخل فيلم ايه دلوقتي؟ اهواك. اهواك؟ اه. دخل حفلة كام ده؟ حفلة كام؟ حفلة كام؟ بيقولوا الساعة 6. اسمعنا اخترت فيلم اهواك. فيلم حلو يعني لذيذ، شفت الاعلان بتاعه ليه جميل يعني. أوه. حاجة تمام. ايه رايك في الافلام عامة بتاعت تمام حلو. لا ولا لا هو انا حابب ان انا اخش فيلم اهواك لانه فيلم جميل يعني لذيذ. داخلين فيلم ايه؟ عيال حريفه. ايه؟ عيال حريفه. اشمعنى اخترتوا الفيلم ده بقى؟ فيلم يعني هو فيلم كويس وكله ضحك بدل اهواك. احسن من اهواك؟ انت ايه رايك في الافلام عموما؟ في افلام كويسه وفي افلام وحشه. هو فيلم زي عيال حريفه ده من ممثلين كتير حلو. اوقات الناس كلها بتقول عليه مالوش اي معنى. مالوش اي معنى لكن هي عيال حريفه يعني كله نجوم حلوين كويسين. مين فيلم ايه بقى؟ عيال حريفه ان شاء الله. عيال حريفه؟ اه ان شاء الله. عندك عبد الله. شايفين ان افلام السبكي بتدي الفرحه والكلام ده ولا دايما؟ هي بصراحه لا لا هي بتدي الفرحه والبهجه للناس يعني. هي معروفه افلام السبكي كلها يعني قيمه برضه. وفيلم فيلم عيال حريفة هو اللي حلو. انت دخلت فيلم عيال حريفة قبل كده؟ لا لسه هخش بس كفاية اعلان. ما دخلتش افلام تانية؟ لا لسه هخش دلوقتي. ايه؟ لسه هخش. طب انت عملت ايه اول يوم العيد؟ عديته ذبحت. ايه رايك في العيد عامة بشكل عام؟ اللي ملخمها ان المدرسة بكرة. انت داخل فيلم ايه بقى؟ عيال حريفة. هتعمل ايه؟ ليه؟ اشمعنى؟ اه عشان بحب الكوره. عشان الكوره بس؟ عشان صفينات يعني؟ ايه؟ عشان صفينات خالص؟ لا ادخل فيلم عيال حريفه. عيال حريفه مفيش غيره هو واهواك. طب اشمعنى ما اخترتش اهواك مثلا؟ ما بحبش تامر. ما بحبش تامر. ايه اللي شدك في فيلم عيال حريفه؟ انا كده كده خارج فلازم ادخل السيما فقلت ادخل. بس ما فيش افلام اللي هي تدخلها السيما باظت اصلا من الافلام دي. انت عاوز افلام ايه اللي ترجع مثلا؟ انا عاوز افلام زي احمد السقا، زي احمد عز، زي الناس دي. محمد رمضان بقى مسيطر على الافلام كلها هو والسوبر.